ألو، شو الأخبار عندكم هلا حاليا؟ والله يا دكتور سيئة، من سيء لأسوأ. بكرة كمان حنبلش. نشوف المتحف ونفرش على الأرض. حلب مشاعري كانت، خزايف، قنابل، طهر أسماس. هلا عم نحس بحالنا نحن إنه فعلا كنا نحن عايشين بحرب، عايشين بحرب بكل معنى الكلمة. يعني حلب مطوقة، ما هذا ندخل هتطلع من حلب. كهرباء ما في، مي ما في، صار الموضوع الجاي على المتحف كتير صعب. وظائف صارت تنزل على جوا المتحف. إذا فزيش على المدة بتعطلي. عبدي الله، كيف بدنا نحمي القطاع نحن؟ كيف وين بدنا نخبيهم؟ شو آلية العمل؟ صرنا خط الجبهة الأول. كان خوفنا بالأيام لا سمح الله نفقد السيطرة على المتحف. تم اتخاذ قرار لعل أسباب المشكلة، لأن مطار حلب كان خارج الخدمة، ما في غير بالبر. نحن قادرون على نقل حوالي 24 قطعة أسرية. ضل من الصبح تقريبا نحن للمساء عم نشتغل على فرط حبيب، ما نوقف فيها. كان في هذا الشعور وانا عم بطب القطع، يا ترى نحن رح نرجع نقدر نفتح الصناديق مره ثانيه؟ بس بدنا نوصل أأمن عليهم انه وصلوا، بعدين شو ما بده يصير، بس انه بس نحن نأمن عليهم. ايه تمام، يعني قد ايه بدها شحن القطع؟ ايه شويه، لنص ساعه ان شاء الله، نص ساعه ونمشي. طريق خناصر كان مقنوص وبينزل عليه قذايف وباي لحظه بيهجموا عليه. لازم ننتبه منيح، طريق على اليمين وعلى اليسار مقنوص، نمشي بسرعة. طريق يعني طريق موت. وبعد ذلك بدأنا ندعي إنه هذه الشاحنة تصل بالخير. هذه الحجارة التي تبدو هشة ولكنها ذات قيمة عالية، فإذا بتروح بيروح تاريخ سوريا. هدول من بس حجار، هذا تاريخ، حضارة. نحن البشر.